يا طعمهم يا جماعة الخير. ثالث مرة أعلن لهم الجمعات ما تحلى إلا مع نوتس بوكس. بسم الله. عز الله اللي يحبون الحش على هالمنتج بينبسطون، واللي يحبون واللي يحبون متابعة الأفلام عز الله بيستانسون على هالمنتج. يا جماعة هذا البراند نوتس بوكس براند سعودي مختص في المكسرات، يجيب لك المكسرات أجود الأنواع ويختصر لك المسافات، يجيب لك كل التشكيلات اللي انت بيها. لو بتروح للعطار بتاخذ اوكي بتاخذ هذا بس بتنسى هذا، بتاخذ هذا بتنسى هذا، يجيب لك كل انواع المكسرات. نوتس بوكس تغليف والجودة مسكتة صراحة. هذا ثالث اعلان اعلن لهم، واخذوا على مسؤوليتي وعلى ضمانتي. عندهم عرض ما ينتفوت، يقول لك اخذ هذا البوكس اللي يجيك عبارة عن 6 بوكسات صغيرة، بيجيك معاه هذا البوكس مجاني، بوكس السعادة اللي يتكلم عن كل انواع المقرمشات. يعني بيجيك بوكسين، كل بوكس فيه 6 بوكسات صغيرة. يا زين شغلهم يا جماعة. اسمع الصوت، اسمعوا من تبون نحش بس قولولي. بخطي تبون. والله أنا رفيقنا ما يستاهل، رفيقنا ما يستاهل. وانا هو يوم انه جو عام بطنه حمر ما يخلي ولا بيت ما ينكفت فيه. هالحين يوم شبع والله يا غازي انا رحت ما صير. لا حب للدراهم. لا وليا جاي يعلن نظاراته تقلب بخار. انا علمت لاني كان اسمع عيوني. عيال والله حرام تسبون الناس. لا نحطك والله غلط، مالك شغل. اعطي مغلق اليوم راح يقص. تابع ان قصيت بطاقتكم. والخشم عاد الخشم. هذه انا جايب كميات يا غازي، وكل ما قلت لهم غازي اضبط الدله حطت منها، وعندنا فشكه كلها ترى. غازي مغير شله كذا اسحبه خذها معك. يا رجال استراحه اي مكان، حملك خفيف وعندهم تشكيله واسعه. يعني انت لو تروح للعطار ولا واحد منا ويبي ياخذ، تروح للعطار بتنسى، هم جايبين لك كل اجود انواع المكسرات والمقرمشات في في بوكسن واحد. العطار يتركها مفتوحه من يوم كل ما دخلت العطار له تاركها لها سنتين. لا هذول تغليف. ياخذ الريشه ويقول كذا. وحنا نجي ذوقني من هذا، ذوقني اخر شيء بلزومه معده. شوف يا ابو غازي والله اعلنت لهم 3 مرات انه من احلى البراندات اللي متعمقين في عالم المكسرات. اليوم عندهم عرض يقول لك 6 بوكسات صغيره في هالبوكس الكبير من المكسرات تاخذها 199 ريال شامل الضريبة والتوصيل، بالإضافة إلى بوكس مجاني فيه 6 من أنواع المقرمشات. يعني بتاخذ بوكسين كبار زي ذولي، كل بوكس فيه 6 بس. وش تبغى؟ خذ لك من البقالة دبة موية. ليش؟ كل مكسرات وشرب ماء. اشرب شاي طيب. لا عشان العطش ما شاء الله. ولا انت كنت بتشتريها من العطار بكيف؟ لا العطار مفتوحة. انت علامك لا سنة جيب مفتوحة. دخلت متجرهم وطلبت الباكيج هذا يا جماعة الخير حق المكسرات، يبي يجيك معه باكيج السعادة هذا. شوف تقدر تقرأ المكونات والأشياء اللي تتجيك. ارفع الشاشة وعليكم بالعافية.